أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول درس في طريقة التزوج. اليوم بإذن الله راح نعطيكم طريقة من طرق التزوج اللي أنا نتبعها، يعني هي طريقة سهلة. يعني شوفوا ربي يبارك جل فماست وراهي راح تتحوس العش او قدامكم. ركبت العش، ها طريقة كفر نديرلو، جبت فيلية وركبتها عليه. المهم تكوفريه بحاجة تحسس الانثى بالامان. كما راكم تشوفوا هذاك الاسفرار هذاك ندير مواد تاع تعشيش، تما دير مصدر تاع كالسيوم، خلطة تاع الكالسيوم اللي حدثت لكم عليها، هذه خلطة الجوز واللوز. هنا الماء اللي درت لكم عليه في الموضوع السابق تاع اكليل الجبل. البراقة دير ماشوار، والافضل دير زوج. انا ما عنديش حاليا لاني القدوم رميتهم، دوك نجيب لهم دير زوج باه ما تضلش ديرونجي في المال والفمال. ودير لا سيباراسيون تاعك، لا سيباراسيون تاعك واحدة شباك منا وواحدة طولة هكذا. المال كيف كيف نفس الشيء تاع الانثى. ها الطريقه كيفاه، تجيب المال والفمال، دير الفمال في الكوتي تاع العش وتحط لها مواد تعشيش، وتحط المال في الجهه المقابله، تعزل بيناتهم مده 3 ايام فقط. 3 ايام لا، لماذا؟ هي اولا للتشويق، ثانيا لتعويد الانثى والذكر على الكاج، لانه في الايام الاولى راح يكون لاتي يشوف الكاج، يشوف الزوايا نتاعو ويتعرف على القفص. 3 ايام هذه كافيه. ثم في خلال 3 ايام هذه كل يوم ننزع العازل هذا فقط، نترك العازل اسمحوا لي خالتي، ننزع العازل هذا. اسمحوا لي دقيقة، كما قلت لكم ننزع العازل هذا مدة 10 دقائق يوميا، 10 دقائق ربع ساعة يوميا، وتشوف المال تاعك والفمال، تشوف لا رياكسيون اللي في اللي بيناتهم. ها تخلي غير العازل يشوفوا بعضهم مدة 10 دقائق يوميا، ثم ترجع العازل اللي بيناتهم باه ما يشوفوش بعضهم، وتخليه تقوم بالعملية مدة 3 ايام، فيما بعد تنزع العازل نهائيا وتشوف الازواج تاعك باذن الله. وثاني ناكد لكم على حاجة، انت ما تبقاش تتحير ودور وطل عليهم، وخلي الذكر والانثى على راحتهم، وحطهم في مكان امن، مكان ما يكونش فيه الحركة بزاف، ما يكونش فيه سخانة بزاف ولا ميديتي، مكان عادي تكون فيه إضاءة طبيعية كما هكذا، إضاءة طبيعية ينوضوا مع الضوء يرقدوا مع الضوء بإذن الله، بإذن الله يكوبليو. وشني كاين شرط، أنه على الأقل تكون الأنثى قريبة للتزوج كما هذه تقريبا مروزية كلش. المال هذا اللي طيح لي زوج ريشات ذاك النهار تقريبا مروزي كلش، مازالو ماهمش في درجة تاع 100% جهوزية، وإنما الطريقة هذه راح تخليهم يجهزوا بعضهم عفوا، الطريقة هذه راح تخلي المال يجهز الأنثى والأنثى تجهز الذكر. هذه يعني أسهل ما يكون، ظن باللي طريقة غير معقدة تماما، وما كان له تخافوا ولا اتركهم، قادر يضرب سمانة سمانتين ثلاثة تلقاه في لحظة تجهز الانثى يطلع المال يقرمبي. شوف ربي يبارك جات في العش وقعدت تجهز بركة بوزيلو يقرمبيها، تلقاها غدوة بنات العش وعادي. وذوك تلاحظوا تلقاهم يبدأوا يلعبوا بالمواد تاع التعشيش وما يبنيوش العش. في الفترة هذه تكون الأنثى تبني في العنقود تاع البيض، لذا أرجو منكم عدم التوتر والقلق، وبارك الله فيكم. واللي عجبوا الفيديو يدير النجام ويشترك في القناة
وفعل زر الجرس باش اي فيديو جديد يلحق هو الاول ان شاء الله، وربي يصلح الجميع. فقط ملاحظة في الاخير، اللي راه يتسائل على الباقيطة هذه اللي درتها هكذا، هذه من اجل وضع اناء الاستحمام، هذا اسهل ما يكون يعني به باه يعني ما تظلش تحيرك في الدبوش. ولا هذا اناء يتم وضعه هكذا خارجيا، تكب الماء من الخارج، ما ديرونجيش المال، ما ديرونجيش الفمال، هاكم تشوفوا كيف راكب، اسهل ما يكون. لهذا انا افضل كثيرا هذه النوعيه من الاقفاص، اسهل ما يكون. هنا تكب لهم نصف من الماء، دير قطرات خل التفاح وتخليهم الماء، تغيروا كل يوم كل يوم، والله كل ما تجي راح تقدم الدوش ليهم ما ديرونجيهمش بزاف، وبارك الله فيكم.